السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. ان شاء الله اليوم غندير لكم العصير اللي وعدتكم به بالبنان ودانون من السم بالفاني، دانون حلو من السم بالفاني. والعصير اللي قدمت لكم وقلت لكم راه تيجي مع النكهات الفريز اللي بغيتوا ديرون ان شاء الله بسم الله على بركه الله. نوريكم المقادير اللي غندير بسم الله على بركه الله اخواتاتي. غندير لكم هذاك العصير اللي فاش حطيت لكم العصير في قبل، قلت لكم راه غندير لكم العصير من السب دانون ديال الفاني، دانون حلو ديال الفاني والبنان، شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله. هانتوما غادي نطحنوا قدامكم وغادي نجربوا ان شاء الله، ما غاديش ندموا عليه. هذا العصير راه قدمته من قبل معاكم، وتتنسميه بالبنان ودانون ديال الفاني حلو، وهذا السكر على حسب الذوق، السكر على حسب الذوق. شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. هادي عندي فيها يطرونس ديال الليمون، هادو هما الموزات، زوين اخواتاتي. بغيت نصايبو قلت انا تشوفو ان شاء الله شي حاجه اللي زوينه وتجربو تتومايا ان شاء الله، وغادي يعجبكم ان شاء الله شي حاجه اللي غزاله ما غاديش تندمو عليه. بسم الله. الماكينه راه غادا تطحن لينا كلشي ان شاء الله كما درتو مكعبات صغار ولا كبار، ولا نتوما غتحكموا في القدر اللي بغيتو. غنديرو في الماكينه. نتوما خواتاتي بعد ما لقيت البنان درتو هنا في الكاس، وزدت عليه الليمون، تنطحن هاد الكميه عاد غنزيد الشيء الاخر. درت الدانون ديال الفاني، وندير السكر على حسب الذوق، وندوق الا لقيتو خاصو غنزيد السكر. انا غادي ندير طحن وتشوف القوام ديالو كيفاش جا ان شاء الله. هانتوما خواتاتي انا غادي نطحنو دابا، هانتوما خواتاتي هانتوما القوام ديالو تيجي شي حاجه زوينه، وكنت وعدتكم انا دابا درتو ليكم شي حاجه زوينه وغادي تجربوه وتذوقوه المذاق اللي غادي يحكم ان شاء الله، شي حاجه غزاله ان شاء الله. السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.